المحل معروف معروف يعني لأي واحد في الجمالية، واخد شهرة يعني الحمد لله. جه علينا وقت من الأوقات بالنسبة لحكم الشهرة اتعامل معانا قطاع الإنتاج التلفزيوني، بنعمل له تمثيليات، يعني هو بيجيب القماش راية وسكينة، احنا عاملين كل الشغل اللي فيها ده. مفيش مهنة ملهاش أبعاد، كل هي العملية عملية طموح، فلازم هو يكون مقتنع بأن دي هتبقى مهنته وهي دي هتبقى حياته وهي دي شغلته اللي هياكل منها عيش ويكرس عليها حياته. أي مهنة بقى مش مهنتنا بس لازم يبقى فيها سن الطفولة عشان يكبر كل ما يكبر هو بيكبر مع مهنته. لكن أي عمل حرفي باليدوي لازم يكون معلمه في الصغر. من المهنة خبرة الحياة حتى أتعامل مع أولادي بيها. ولو ما عملت الصداقة مع الزباين هيبقى روتين عملي. لازم ما دام أنا جيت الشغل نسيت بيتي، نسيت عيالي، نسيت كل مشاكلي، كل تفكيري وكل ذهني في شغلي. أنا ربين أجيال وأولادهم كمان. يعني أنا عندي 72 سنة، فكان الطفل جاي مع أبوه النهاردة صلاة النبي شاب وراجل وبيجي برضه يتعامل معاي نفس الوضع يعني ونفس الحكاية.